افتتاحه. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان والى ظهر الدهور كلها امين. اهنئكم يا احبائي باسم قدس ابونا المحبوب قدس ابونا القمص بولس شحاته، وباسم لجنة الكنيسة والشمامسة والخادمات والخدام. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة بتعيد الكنيسة بعيد النيروز، رأس السنة القبطية وعيد الشهداء. النهاردة 1 توت، عشان كده تلاحظوا وتاخدوا بالكم ان الكنيسة هتصلي من اول النهاردة لغاية يوم 16 توت، 16 يوم. هتلاقونا بنصلي بالطقس الفريحي، وبعدين يجي يوم 17 و18 و19 توت اللي بنعيد فيهم بايه؟ بعيد الصليب، ونكمل صلاة بالطقس الفريحي، ولكن في الثلاث أيام دول نصلي كمان بالطقس الشعانيني بتاع حد الزعف، علشان أذهاننا تتربط ما بين الصليب ودخول السيد المسيح لأورشليم والفداء والخلاص ثم القيامة. النهاردة يقولوا على العيد عيد النيروز. عايزين نفتكر مع بعض، هنعرف ان انتم شاطرين جدا في كل حاجة، بس عايزين نفهم هو ليه سموه عيد النيروز. لان في ناس بتقول ان نيروز دي كلمة فارسية وجاية من بلاد ايران، وان الكنيسة القبطية اخدت الكلمة دي منهم. تعالوا نشوف، ده سؤال من ضمن الأسئلة اللي عايزين نتكلم فيها النهاردة. ليه سموا النهاردة عيد النيروز؟ النهاردة زي ما قلت لحضراتكم هو عيد الشهداء، والكنيسة القبطية الأرثوذكسية قدمت للعالم كله وللعالم المسيحي كنوز. لعل من ضمن الكنوز دي المشهورة جداً 4 كنوز على سبيل المثال للحصر. الكنز الأول قدمت للعالم كله أكبر عدد من الشهداء، زي ما بعد شوية هنذكر أرقام. وعشان كده تروح أي مكان وأول ما تجيب سيرة الكنيسة القبطية يقول لك أنت كنيسة الشهداء. ويمكن أقرب حاجة حصلت من حوالي اسبوعين لما كان الاحتفال هنا في المبنى الجديد بالريشت فيست، واحد السياسيين وقف واتكلم، وفي بداية كلمته ربط على طول لانه قاري كنيسة القبطية كنيسة الشهداء. الكنز الثاني اللي قدمته الكنيسة القبطية لكل العالم المسيحي المعلمون اللاهوتيين، كنيسة الإسكندرية، مدرسة الإسكندرية، مدرسة اللاهوت، اللي طلعت شخصيات مهمة جدا مشهورة في اللاهوت المسيحي، على رأسهم القديس العظيم الأنبا أثناسيوس الرسول، البابا كرولوس عمود الدين وآخرين. دول طلعوا منين؟ طلعوا برضو من الكنيسة القبطية. يبقى 1 قدمت شهداء، 2 قدمت معلمين لاهوتيين. طب والرهبنة؟ الرهبنة طالعة من الكنيسة القبطية، الرهبنة طالعة من مصر، وأسس هذه الحياة النسكية الرهبانية القديس العظيم الأنبا أنطونيوس، وبعدها ابتدت تنتشر في كل بقاع العالم وراحت أوروبا وأمريكا وكل مكان في بقاع الأرض. رابعا قدمت الفنون المسيحية،
الفنون دي في الأيقونات اللي حضراتكم بتشوفوها، في الألحان اللي احنا بنسمعها، وفنون أخرى كثيرة في البنيان الداخلي للكنائس وللأديرة. فنركز النهاردة على الكنز الأول بما أن النهاردة عيد الشهداء، ونتكلم عن الشهداء. وارجع تاني للسؤال، ليه سمينا أو يطلق على عيدنا النهاردة عيد النيروز؟ كلنا نعرف في عصور التاريخ الأولى ما كانش فيه تقويمات، ما كانش فيه نتيجة، ما كانش فيه تقسيمات لسنة وشهر وأسبوع ويوم، ده ما كانش موجود. وجم القدماء المصريين حبوا يعملوا لنفسهم نتيجة، حبوا يعملوا لنفسهم تقويم، وده حصل في القرن الرابع قبل الميلاد. فقالوا طب نبدأ السنة إمتى؟ نبدأها إمتى وننهيها إمتى؟ الإنسان المصري بطبيعته مربوط بالإيمان وبالعقيدة وبما يؤمن به. فجت الفكرة، قال لك إيه؟ قال لك نشوف إحنا عندنا آلهة كتيرة بنعبدها، اللي بيعبد الشمس واللي بيعبد القمر واللي بيعبد نهر النيل واللي بيعبد مش عارف إيه. فقال لك إحنا نشوف أهم هذه الآلهة ونربط السنة المصرية القديمة بهذا الإله. عشان كده ما كانش الموضوع صعب إنهم يتفقوا على إن الموضوع يكون له علاقة بمين؟ بنهر النيل. ليه؟ لأنه مصدر الحياة، من غير مياه مفيش حياة. فاتفقوا فعلا وقالوا إحنا هنربط السنة المصرية القديمة بتاعتنا بنهر النيل. طب ما هو نهر النيل موجود كل يوم، نختار أنه يوم ليه علاقة بنهر النيل. فاتفقوا أنهم ياخدوا اليوم اللي فيه منسوب المية في نهر النيل أعلى منسوب. ويمكن اللي فينا يعني متقدم في الخبرة أولا قبل السن يفتكر في مصر كان في عيد يعيدوا بيه اسمه وفاء النيل. خدوا اليوم ده، واليوم ده كان تقريبا شبه ثابت يوم 27 أو 28 أغسطس من كل سنة. ده اليوم اللي فيه منسوب المية بيوصل في نهر النيل لأعلى قراية. فخدوا اليوم ده وقالوا احنا هنبتدي السنة المصرية القديمة بتاعتنا يوم 27 او 28 اغسطس. على فكرة فرق التقويم الغرغوري واليولياني، تفتكروا القصة دي؟ الموضوع بتاع الفرق ما بين 25 ديسمبر و7 يناير ده نفس اللي حاصل دلوقتي، هو نفس التقويم 27 28 اغسطس اللي هو في وقتنا الحالي 11 سبتمبر. ايوه يا ابونا انت بتحكي لنا كل ده عن السنه المصريه القديمه، ايه علاقه ده بقى بينا ككنيسه؟ اللي حصل ان الكنيسه القبطيه اتعرضت لسلسله من الاضطهادات كانت متتالية، بدأت بعصر واحد اسمه نيرون، وانتهت بأقصى عصور الاستشهاد، ودي كانت على أيام الملك دقلديانوس، لدرجة أن أيام الملك دقلديانوس استشهد وقدمت الكنيسة القبطية أكثر من 800 ألف شهيد. عشان كده يا أحبائي النهاردة إحنا لازم نكون فخورين ورأسنا لفوق. أجدادنا وإيمان أجدادنا وشجاعتهم في ميادين وساحات الاستشهاد هي اللي حفظت الإيمان لغاية ما وصل لنا
وعايشين بيه النهاردة. الملك دقلاديانوس زي ما بقول لحضراتكم في عصره استشهد أكبر عدد من الشهداء، أكثر من 800,000. فالكنيسة قالت إيه؟ قالت إحنا هناخد من الألم وهناخد من الدم وهناخد من الاستشهاد وهنعمل عيد وهنعمل السنة القبطية بتاعتنا تبدأ بسنة ما دقلاديانوس ده تسلم الحكم وبقى هو الملك. والحكاية دي فيها حسبة صغيرة بسيطة جدا جدا عشان كلنا نحفظ. وأنا أقولكم قبل ما اكتشف الحسبة دي وأعرفها كده كنت برضه أبقى مش عارف، لو حد جالي في أي وقت وسألني هو احنا في سنة الشهداء سنة كام النهاردة؟ يمكن علشان الواتساب والفايبر وغيره شغال اليومين اللي فاتوا على العيد يمكن اكون فاكر، لكن بعد شوية ممكن انسى. الحسبة بسيطة جدا، دقلاديانوس اخد الحكم سنة 283-284 علشان كان في نص السنة. يعني الفرق ما بين السنة الميلادية والسنة القبطية 283 سنة. بحسبة بسيطة الواحد دلوقتي يحسب 2021 ناقص 283 يطلع ان احنا في سنة 1738 للشهداء. والكلام ده على فكرة الكنيسة حطاه في السنكسار وقراءه تسابونا بولس النهاردة، ولكن يمكن مع الشرح بالطريقة دي المعلومة تثبت في مخي وفي السامعين أيضا. فخدت الكنيسة نفس بداية السنة اللي هي 27-28 أغسطس اللي هي في وقتنا الحالي 11 سبتمبر وبدأت سنة الشهداء. أمال برضو يا أبونا لغاية دلوقتي ما قلت لناش إيه موضوع النيروز دي جاية منين؟ سمعتوا الشمامسة النهاردة وهتسمعوهم تاني عمالين يقولوا ازمو مي يا رؤو. يعني ايه ازمو مي يا رؤو؟ يعني بارك مياه النهر. الكنيسة القبطية لما خدت وقررت انها تعمل سنة قبطية وربطت ده بالسنة المصرية القديمة، فعملت علاقة ما بين بداية السنة سنة الشهداء وما بين مباركة والصلاة من أجل مياه النيل. عشان كده دي الكلمة اللي جاية ني يا رؤو. احنا مش واخدين حاجة من الثقافة الإيرانية وإنما العكس هو الصحيح. طيب عرفنا دلوقتي العيد ليه سميناه عيد النيروز. معقولة في عصر واحد يستشهد أكثر من 800,000 شهيد؟ عشان كده عايزين ناخد مع بعض على عجالة إيه الأسباب اللي كانت مخلية الشهداء بيتسابقوا على ساحات الاستشهاد. أول ما يسمعوا إن البلد الفلانية فيها ملك بيضطهد المسيحيين، فيها والي بيقتل المسيحيين، ياخدوا بعضهم بالأفواج بال10,000 وبال20,000 ويروحوا يتقدموا إلى ساحات الاستشهاد ويعترفوا باسم المسيح علانية وهم فرحانين. ليه؟ أول حاجة اللي كان بيقودهم في هذا الطريق هو الإيمان، صخرة الإيمان، الإيمان بإن إلهي حي، بإن إلهي حقيقي، بإن إلهي قادر على كل شيء. ده سبب رئيسي، لأنه لو الناس دي ما كانش عندها إيمان الجنود نفسهم اللي كانوا بيعذبوا المسيحيين آنذاك كانوا يقولوا كده بينهم وبين بعض، وحصل كتير
وناس جنود من اللي واقفين بيتفرجوا وبينفذوا حكم الإعدام وحكم الذبح والقتل، كانوا يشوفوا إيمان هؤلاء المسيحيين ويقولوا لولا أنهم واثقين وإن إلههم إله حقيقي ما كانوا أبدا تقدموا إلى ساحات الاستشهاد بهذا الفرح. في سبب تاني مهم أدعوكم وأدعو نفسي أولكم إن إحنا نعيشه، وهو قلوبهم النقية، توبتهم المستمرة. في الحقيقة اللي يروح يدور على حد ويلاقيه خايف من الموت غالبا يا أحبائي بيكون مش تايب، وعارف إنه لو حصل دلوقتي ومت غالبا أنا عارف رايح فين وهسمع إيه. لكن اللي يعيش نقاوة القلب، اللي يغسل نفسه بالتوبة المستمرة من خلال سر التوبة والاعتراف، اللي يقف ويحاسب نفسه كل يوم وفي نهاية كل أمر ويدور ويفحص كده في أفكاره وفي تصرفاته وفي أفعاله في علاقاته في كلماته في هزاره في خروجه في طلوعه، قلب نقي، قلب تايب، يخاف ليه ده من الموت؟ لا أهلا وسهلا. عشان كده كانوا أجدادنا الشهداء، لأن عندهم إيمان قوي بأن إلههم إله حي وإله حقيقي. اتنين، لأنهم بيعيشوا توبة مستمرة ونقاوة قلب باستمرار، فما عندهمش خوف من الموت. بالعكس، ده طول ما أنا لابس هذا الجسد أنا مضطر أعيش على الأرض، إمكانيات الجسد دي ما تسمحليش غير أن أعيش على الأرض. الإمكانيات دي لازم تتغير وتتبدل علشان أكون قادر على الحياة في ملكوت السماوات. والطريق الوحيد اللي ينقلني من الأرض للسماء الموت. الطريق الوحيد اللي ينقلني من الأرض للسماء هو الموت. والشاطر بقى يقول ايه؟ طب ما احنا كلنا هنموت، ما انا طالما هموت متبت في الدنيا ليه؟ متبت في الفلوس وفي وكذا 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 ليه؟ افرض النهاردة هو اخر يوم في حياتي على الارض، يا ترى كنت هبقى فرحان زي الشهداء والشهيدات؟ علشان على طول اول ما افارق الحياه انا عارف ان انا رايح ملكوت السماوات، ولا هكون خايف ومضطرب؟ ثالثا، ودي محتاجين انا وانتم نتعلمها برضو، انهم كانوا يؤمنوا ويثقوا في الوعود الإلهية. عندنا وعود، عندنا وعود كتير قوي قوي في الكتاب المقدس. يقول كده متى 5: طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم كل كلمة من أجل كاذبين. ما تخافش، بيشاوروا عليك وعليك وبيقول ده المسيحي، ده فخر، ده فخر وعظمة ان احنا يطلق علينا مسيحيين وننسب للمسيح. يقول افرحوا وتهللوا لان اجركم عظيم في السماوات، فانهم هكذا طردوا الانبياء الذين قبلكم. اجدادنا بقى الشهداء كانوا يثقوا في ده، ما كانوش بس بيقروا كده كلام مكتوب، لا، كل كلمة كانوا يعيشوها. فيقولوا
ايه المشكلة نسيب الارض؟ ما انا لما هسيب الارض هطلع فوق وهتمتع بالمسيح. كانوا يثقوا انهم لو اعترفوا بالمسيح على الارض هيعترف بيهم المسيح في السماء، زي ما قال القديس متى في الاصحاح 10 الايه 32: فكل من يعترف بي قدام الناس اعترف انا ايضا به قدام ابي الذي في السماوات. يبقى واحد لازم يكون هناك ايمان، اثنين لازم تكون قلوبنا نقيه ونعيش حياه التوبه، ثلاثه ان اثق واؤمن بالوعود الالهيه اللي موجوده في الكتاب المقدس، اربعه واخيرا الحياه على الارض غربه، كلنا غرباء، نحن لا نملك شيء، نحن فقط وكلاء على هذه الارض. اي وزنه مع حضرتك، كانت صحه، كانت ولاد، كانت وظيفه، كانت لغه، كانت فلوس، اي حاجه، فهي عطيه من الله. غلبان اللي يفتكر ان انا بشطرتي عملت كده، بذكائي عملت كده، غلبان. حياتنا على الارض حياه غربه، وعشان كده معلمنا القديس بولس الرسول في رسالته للعبرانيين الاصحاح 11 يقول: في الايمان مات هؤلاء اجمعون وهم لم ينالوا المواعيد، بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها. وهو ده اللي عملوه الاباء الشهداء وامهاتنا الشهيدات، شافوا المواعيد من بعيد وصدقوها وحيوها. نهاية عمرك على الأرض دي بداية حياتك في السماء، وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض. لو خدنا المفهوم ده وعشنا بيه، أننا غريب ونزيل في هذه الأرض، وأننا لا أملك شيء، لن يتعلق قلبي أبداً بمقتنيات الأرض ولا بماديات الأرض. وعشان كده معلمنا القديس بطرس في رسالته الأولى يقول لنا: أيها الأحباء، أطلب إليكم كغرباء ونزلاء أن تمتنعوا عن الشهوات الجسدية التي تحارب النفس. النهاردة أجدادنا الشهداء بيعلموني ويعلموا كل إنسان ويقولون: خلي عندكم إيمان كامل وثقة، خلي قلوبكم نقية وقدموا توبة مستمرة، صدقوا الوعود الإلهية اللي موجودة في الكتاب، ثق أن حياتك على الأرض لها فترة قليلة، كل ممتلكاتك ومادياتك هتسيبها وتمشي لأنك غريب ونزيل. اشتغل على اللي بعد كده، إيه اللي هيحصل؟ ربنا قادر أن يستخدم هذه الكلمات لمجد اسمه. كل سنة وحضراتكم طيبين، والمجد لله دائما أبديا، أمين.